ما انت هتشوف ال Well. ايه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق اني كنت بدور عليك؟ Oh my God. دكتور ربيع، طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ أشرف، ودي الكلابيب دول على الأوفيس، المكتب، وسيب لي جوني. أنا بحملك المسؤولية كاملة. يا عم اتنين. ايه ده؟ فيزو شكله هيتغابى او هيتشقى، روح ثبته. ياد ملك ماي سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رللي نفسك في سجاده. فاكر شغل الاطفال ده هيعدي عليا؟ عيب، ده انا الكبير. انت خابر زين ان انا الكبير، وحفضل طول عمري كبير. طول عمري، ربنا يديك طولة العمر، للاسف مش هتلحق. ليه يعني؟ أشرف موته. أشرف تجنيت ولا ايه؟ هتخني، أنا كبير يا أشرف. اللود موت، عشان أنا قلت أشرف أنت قلت أشرف. مين قالك أساساً إن ده أشرف؟ أمال أنت مين؟ أنا توماس يا معلم. والله العظيم لا تخو، أنت الكلب سبب في كل المصايب دي. يا مري هتخلص على مين يا كبير؟ تتكلمك ده يا اياد، انت مين؟ انا مرتك هدية. ما تقوليش كده، ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع فينيش هيم. امري جنابك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان. شنبي يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا فزاع. ايه يا كبير؟ ها جاية. ها الله يخرب بيتك يا طرف وجهي. يا فزاع جاي يا كبير. امن جنابك. انت فزاع ولا هديه؟ العفو يا كبير، فزاع. انطق انطق. امن جنابك. فزاع فزاع. اسمع، عاوزك تروح لجوني صحيح من النوم، عندنا معاد مهم في البورصه، خايف نعوقه على الناس. يا مين بالله، انا قلت قلبي جنبك الابيض، ما حيطوعكش تسرق اخوك. تسرق اخوك؟ يلا يا جحش ابن ال... يا خبر ابيض، ده كان حلم صايع جدي. اهدي، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه يا حاج عويس، انا خلصت الورق كله مع المحامي، ما نقصش غير على الامبل. يا كبير لا، احنا قلنا متر الارض ب 400 جنيه. يا كبير اسمع، انت عارف انت مقامك كبير، انت عارف انت مقامك كبير عندي قد ايه. اسمعني، انت زي المرحوم ابوي الله يرحمه. شوف، انت جيب الرجاله وتعالى نقعد قاعده حلوه كده يوم الخميس، وان شاء الله اللي فيه خير حيقدم ربنا. يعني ما سلام عليكم يا كبير. بقى انا بكلم الراجل اللي هيشتري مني الارض اللي طلعان عين امي عشان اعرف ابيعها، وانت عم تطلططيلي كيف القرده؟ عايزه ايه؟ حزر فزر، سمي مين اللي جاي النهارده؟ هيكون مين يعني؟ سانتا كلوز؟ الحجه سمنته. الحجه سمنته؟ مين الحجه سمنته؟ بقي معقول ما عرفها شيء؟ لا يعني متذكر الاسم بس مش مركب على شكل. الحجه سمنته يا كبير، أمك. أمي؟ ده بين المرار هيبقى طافح صح. أستر يا رب، أستر يا رب. في حاجة يا كبير؟ وانت مالك يا راجل انت؟ لا أصلا أنا شايفك مش على بعضك. باه، وانا باين عليا قلقان للجردة دي؟ ما تقلقش يا كبير، الست سمنتة دي زي العسل. باه، تعرفها منين يا راجل انت؟
شفتها فين قبل كده؟ ما شفتهاش يا كبير. أنا أعرفها من كلام الكبير قوي عنها، كان بيقول عليها واحدة ست زي الكريمة اللباني قشطة. هي مين دي اللي زي القشطة يا راجل يا خرفان أنت؟ أنا مش صالح يا كبير، الكبير قوي هو اللي كان بيقولك دي. أيوة وقعد الفكرة في الراجل عشان ميت، هنجيبها منين دلوقتي؟ اخفى من وشي. طيب أنا أروح عند الناس الطيبين دول. تعال يا سام. هو ده الدوار يا ستي. Of course I know it. بس أنا عجبني الستايل الجديد اللي عملتوه فيه. أنتوا ناويين تعملوا تشاينيز كورنر وجابانيز كورنر فوق؟ نايس ايديا، أنا ما فكرتش في كده بصراحة. إحنا دلوقتي قاسمين نصين، نصي أنا والنص بتاع الكبير. ده بقى سيبني أنا هعرف الكبير لوحدي. أوكي. أنت الكبير. إيه الحلاوة والطول ده؟ Unbelievable. You really so handsome. مش ده يا سام، اللي بعديه. أوكي. أنت أمور برضو، أنا ما كنتش بجاملك. ابني. How cute you are. يوتي يوتي. حلويت كده ازاي؟ يا جماعة مش هتصدقوا، ده كان نازل أبشع طفل في الحياة بشنب وحواجب. But I like your new style of شنب and حواجب. Oh thank you God, thank you so much. حققت لي الأمنية دي، أنا ما كنتش فاكرة أني هشوفه طول عمري. إزيك يا حبيبي؟ ايه ده، هو ما بيكلمش ولا ايه؟ هو في حاجه؟ لا يا سام، ده بيجعر بس تلاقي بطاريته فديت ولا حاجه. ومين الحلوه دي؟ دي مراته هديه. هديه. ازيك، ايه اخباراتك؟ الحمد لله يا حماتي. No way جابر، I miss you so much. انت عجزت ولا ايه؟ تصوروا يا جماعة، هو اللي شهد على جوازي من الكبير قوي. باه سام، I miss you. Ashley darling. Gorgeous. Margarita did you so well. بس ايه الحبوب اللي طالعالك في وشك دي؟ سام انت برضو؟ هو انت وراه على طول على طول؟ يا جماعة مش هتصدقوا، حتى في أمريكا كان قاعد عندنا على طول في البيت. جوني كام داون سام، كام داون، دي طبيعة بني آدم، هو لازق بطبيعته. بهزر معاك بهزر. يلا بينا نطلع الأوضة تاخدي شاور بتاعك. يلا اطلعي أوضتي. جابر خد شرطها وطلعها أوضتي. أوضتك ليه؟ الستايل بتاعها هو اللي هيعجبك. بصي الستايل هنا عامل إزاي وبصي الستايل عندهم عامل إزاي. لا أنا عايزة أطلع أوضتك كبير قوي. لا اوضتك كبير قوي. لا ايه ده بيتكلم اهو. محدش هيبيت في اوضتك كبير قوي واصل. جزره وقطمها جحش. انا مش اي حد، انا كنت مرات ومامتك انت كمان. انا قصدي يعني علشان الاوضه مقفوله بقالها فتره ممكن تكون مكمكمه. اوكي هفتحها وحنام فيها. جابر من فضلك طلع الشنط على فوق. سي سي هيو يو. والله العظيم منوران. ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. مد يدك ما تنكسفيش، ايه ده اللي طبخه بيدي. طب انا بس عندي سؤال صغير قد كده، ايه البتاع الاخضر ده؟ ده فضلة خيرك ملوخيه بالتجليه. طب ايه اللي بيمشي على وشها ده؟ ما هي ده التجليه. بصي سيبك من الملوخيه والحاجات دي، خش بشربه الكوارع دي وانت هتدعي لي. شربه ايه؟ الكوارع. يعني ايه كوارع؟ يعني رجلين العجل. ايه الحاجات الغريبه اللي بتاكلوها دي؟ طيب نستأذن احنا بقى. اتفضل. تستأذنوا رايحين فين؟ انتوا مش هتاكلوا معانا ولا ايه؟ ياكلوا معانا كيف يعني؟ عندهم البيوت يروحوا يتنقل ياكلوا فيها. لا لازم ياكلوا معانا. اقعد يا جابر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وانت اسمك ايه؟ خدامك فزاع. تعال يا فزاع اقعد هنا جنبي. اقعد يا كبير. بتسأل مين؟ انا لما اقول تقعد جنبي يعني تقعد جنبي على طول. امر جنابك.
ولا كوارع ولا جيب لك كشك. لا انا هاكل من الحاجه دي اللي عندك كبير. دي فراخ يا كبير؟ ايوه فراخ. امال بطريق؟ طب ممكن تديني منها؟ ماشي. ايه ده، انت هتجيبها بايدك؟ ولا اجيبها برجلي؟ انت محدش علمك تاكل ازاي ولا ايه؟ امال عايش كيف لحد دلوقتي؟ قعدت توز؟ علمك تاكل بايدك؟ امال ربنا خلق لي يدين ليه؟ ما عشان ابطش بيهم واكل بيهم. اللي بياكل بايده ده مش بني ادم، ده حيوان. اسمع يا ست انت، انا ماسك نفسي عنك بالعافيه قسما بالله. ده يا حيوان يا قليل الادب يا مش متربي، ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ انا مامتك، ولما تكلمني لازم تكلمني باحترام، فاهم؟ ما هو يعني، ما هو يا ولد، وانا طول عمري عم باكل بيدي. عشان حيوان، من هنا ورايح لازم هتاكل بالشوكه والسكين. ما عارف زي تتعلم بعد ما شاب ودوه الكتاب. هتكبر عليا ولا ايه يا ولد؟ انا قلت خلاص، من هنا ورايح الاكل بالشوكه والسكينه، فاهم؟ ده ظلم، وعلى فكره انا ما صفحتش. اقدح يا حماتي، تقومه من على الوكل زعلان. احسن، ما هو لما يقرص الجوع هيجي ياكل لوحده. حجي، حجي سمنتي، هي راحت فين دي؟ هي مين يا كبير؟ أمي. الحجة سمنتي. والدة جنابك طلعت من نجمة، راحت تعمل كروزة في البلد. وكيف تعملها تطلع لحالها يا جحش انت؟ باي، ما جنابك قلت لي مبارح ما هوبت لوحيها واصل. برضه قول لي، ما جنابك كنت نعسان. صحيني يا فكاكة، يا منجم من الفضايح يا رب، تعال ادلة تكون بتاخد تان على الترعه. هتاخده من على الترعه ليه؟ ما كنت بعتت لي جبت لها يا جحش. تان ده يعني لونه برونزاج، عيده له زيت ويتميص. قعدت تعال يا